يدعي علم. خلينا واجيب مثلا مصطفى الزرقاء يدعي العلم ما نخلص منه. لا مصطفى الزرقاء ما نخلص منه. انت صح عبارتك لا تريح ولا تريح حالك. لا شو صفة هذا الشخص؟ اولا اطلقت قلت قد ياتينا شخص ان في اي كان ساعدك صاحبك انت مشكلتك انه رابط مصيرك معه لذلك هو ده. بدي افهم واصل ايه بس تصل الحقيقة بدها صبر يعني صح ولا لا؟ الان خليني اعيش. جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لانه عالم وعطيته تدليس مثل الشيخ مصطفى الزرقاء. هذا رجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما. وقل انه الزلم الان تغير ويعطي شكاوي في التأمين مثلا ان التأمين جائز ويحبب عليه والى اخره. وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على محمد كما قيست الفتاوى الاخرى او كما افتى الشيخ شلتوت يعتبر رمز ومعلم من معالم الازهر افتى بفتاوى غريبه جدا. فقد يؤخذ هذا على انه هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجه نتيجه لاختلاف الظرف الان عما كان عليه بالسابق. فهذا اذا الباب وسعنا اذا الباب كبير جدا. هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس بمقدار إنه فتح الباب يعني لا بس أنت مسؤول أن مالك مين هذا الشخص؟ أنت أي شخص؟ أنت عم تستعجل يظهر من كلامك من عجلتك بدك تصل عم يطلع منك الكلمات هاي طيب نحن يا أستاذ إن كان هذا السؤال نابع من عندك سهل جدا الجواب عليه. أما إن كان نابع من عند مصطفى الزرقاء وامثاله فنحن لم نفحص معه يعني. وإلا نحن الآن من أجلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه نحن الآن إلا موقفين ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص. ففي عام نحن موقفين صح؟ إذا كان مصطفى الزرقاء وغيره متفق معنا في هذا المسألة نيجي من الأول إذا كما قلنا لكم تماما شو اللي يجي في إباحة المصافحة لربيع مثلا نسحبها مثلا نجيب الأمثلة اللي جابها شو اللي يجي فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباعه. هذه أنت بتقول ما نقدر نقيس الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر. أنا عارف أن مصطفى الزرقاء أصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق. هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو من نسميه هذا نصيب المؤلف قلوبهم مصرف المؤلف قلوبهم بيقول هيه هو عطل النص عطل النص باجتهاد منهم. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. عمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره طارة بالقوة طارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق. هو رأى أن الآن
في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطاء من أموال ما عاد خلت ليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ هالحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الراسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذن عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن؟ ما بيجي تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي جد حتى نبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء، ما في شيء جديد في الموضوع. نظري أنا المتأكد حر مصرف المحرم إلى أبد لا بدين. أنا تصور أن يأتي لا يا أستاذ، هذا نحن ما مختلفين فيه، بس أن تمسك قلنا لك آنفا أن في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء فيه النص، هذا تركناه. ناخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذيك الظروف، فأنت خذ الجانب الثاني. وأنا أجيب لك مثال أنا الآن، شو اللي جد الآن حتى نبيح الربا؟ ما جد. إذا لماذا يبيحون الربا؟ طبعا ما من يدافع عنهم أصلا، ما أحد لا أحد يدافع. مصطفى الزرقاء من هذا القبيل يا أخي، وأنا ليش ضربت أنت مثالا من مصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟ لا بحكي عن مين، أنا ما بحكي عن الربا. ما اختلفنا، أنا بسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو استند القاعدة اللي جبناها نحن الآن؟ أنا لا أعرف، أنا لا أناقش في قاعدة، هو استند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا ما بعرف. في مصلحة للناس تكون. أنا ما بعرف، أنا ما لا أناقش فيها لأني لا أبررها. بس خلينا أقول. إذا ليش جبت أنت مصطفى الزرقاء؟ أنا قريب التأمين. قريب التأمين ما جيزها مصطفى الزرقاء. ليش جبت مصطفى الزرقاء؟ رجل يشار له بالبنان. لا لا اسمعني. شو علاقة مصطفى زرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟ أن هذا الرجل تعتقده العامة أنه مجتهد. يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأن الجد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟ أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. قلت لي مين؟ قلت لي أخنا فلم مثل مصطفى الزرقاء. مين بما له علاقة بواحدنا ولا اللي بيخالف الشريعة أكثر؟ بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بالموضوع هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف. لا تنسى، أنا الذي أنسى. لا عفوا الحقيقة، بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص يجي يجينا تمام نقيز نقيز هيك صار الزرقاء والشلتوت والشلتوت جزاك الله خير. هاي شهادة هاي شهادة نحن جزاها وزاي محلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإلى أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقاء شلتوت لما يشوف شو رأيك فيه ما له علاقة الزرقاء في هذا الموضوع، لأن الزرقاء ما عم يستغل كلامنا يقول أنت بتقول كذا وكذا، هل نحن عملنا مثل ما عملنا عمر الخطاب وعثمان بن عفان؟ موقف النص بوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام، لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع لشبتوت وهو نطلب إذا كان مثله وكفينا. لا هون الحقيقة يعني تضيقت وحصرت الشغلة. احنا الله يهديهم لنا، احنا نعرف الأسماء فقط للتدليل. أنت لما قلت لي مين؟ أي شخص ذلك يفرض أنه مو أي شخص. لا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى. لك أخي عارف
موضوعنا يعني زهير طريقة القياس إذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا ولكن كيف بدي فتاوي لهم على شيء آخر إحنا اللي قيدنا أمرنا فيه إنه كان في وضع معين الآن الوضع يختلف بتقييد معين هذا التقييد يفرض علينا إنه نحن حكم معين ما نتقيد فيه إذا هذا الوضع بهذا القياس بقول لك الشيخ هتنحط أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني هذا هم بدوا كل قضاياهم على حتى المبدأ قلت بطريقة هذا المبدأ كثير مثل فلان وفلان وفلان بيستطيع أنهم يجتهدوا بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ خليني أحكي إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة موضوع ثاني.